التلفزيونات أولاً، ثم أجهزة الكمبيوتر، وقبل هذا وذاك هناك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. منذ 10 سنوات تغيرت حياتنا اليومية تغيراً جذرياً إثر دخول الشاشات إليها. باتت الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب ومقاطع الفيديو تلتهم ثلث وقت يقظتنا. يقضي الطفل النموذجي الذي لم يدخل المدرسة بعد ما بين 4 إلى 6 ساعات يومياً أمام إحدى الشاشات. في جميع البلدان تقريباً يتجاوز الوقت الذي يقضيه الأطفال مع الشاشات كل التوصيات الرسمية، وتتعدد الدراسات التي تدق ناقوس الخطر. وجدنا تغيرات كبيرة في أدمغة وسلوكيات هذه الفئران، لذلك يجب أن نولي الأمر اهتماماً أكبر. قد تكون خلايانا العصبية في خطر. يسألني الناس لماذا لا تملك حساباً على فيسبوك؟ لأنني أعرف ما يفعله بالدماغ. الإدمان عليها يهدد المراهقين. يشبه التغير في بنية أدمغة اللاعبين الذين يعانون من اضطرابات ألعاب الفيديو التغير الذي يحصل عند مدمني المخدرات. هل جيل الشاشة هو بالفعل جيل مريض؟ أسئلة كثيرة. هل الشاشات جيدة؟ لأي حد تبقى مقبولة؟ ومتى يصبح الاستخدام مفرطاً فيه لطفلي؟ إذن ما هي العادات الرقمية الجيدة؟ وما هي الحقيقة العلمية؟ في اللحظة التي نتكلم فيها الآن تدرس مختبرات في كل بلدان العالم تأثير الأدوات الرقمية على السلوكيات والدماغ والصحة العقلية. البحث في هذا المجال حديث العهد، سأوضح لكم أكثر. يستغرق الأمر 20 سنة لتحديد أثر ما علمياً. نعم، 20 سنة، ولا يتجاوز عمر استخدام الأطفال الصغار للأجهزة اللوحية 7 أو 8 سنوات، ويتم طرح المنتج في السوق قبل أن نبدأ بإجراء أبحاثنا عليه. أود أن نقوم بالدراسة العلمية أولاً ثم نقول لا بأس، المنتج آمن. تم إطلاق جرس الإنذار أولاً من أولئك الذين هم على احتكاك مباشر بالأطفال، أي علماء النفس والأطباء النفسيين وأطباء الأطفال. نحن في فيروني سوبوا في محيط باريس. تصطحب إيمان الأم الشابة ابنتها ماليا لعيادة الدكتورة ديو أوسيكا للمرة الثانية. ماليا، ها قد جاء دورك، أين أميرتي الصغيرة؟ مرحباً ماليا، مرحباً، مرحباً سيدتي. اجلسا، سنتحدث قليلاً. كيف ماليا؟ كم أصبح عمرها الآن؟ 4 أشهر. لقد أقلقتني حالة ماليا بعض الشيء لأنها لم تكن تتكلم كثيراً، وكانت تعاني من اضطرابات المزاجية. أوسيكا طبيبة أطفال منذ 20 عاماً، عايشت دخول الشاشات لحياة الصغار ورأت الصعوبات تتعاظم. يزداد عدد هؤلاء الأطفال الكثر الذين يعانون من اضطرابات في التفاعل في عيادتي عما قبل. كان هناك دائما أطفال لديهم صعوبات في السابق، أما الآن فتزداد الصعوبات. أطفال يفقدون السيطرة على أعصابهم، يدخلون في نوبات غضب شديد واضطرابات في الكلام، ويصل الأمر أحيانا لغياب القدرة على الكلام. بالينا، 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 هكذا. جيد، تحسنت كثيرا ماليا، سعيدة جدا، كنت عاقلة وتتحدثين أفضل فأفضل. قبل 6 أشهر فقط، بين الرسوم المتحركة الصباحية والوجبات أمام التلفاز ومقاطع فيديو اليوتيوب على الهاتف بعد القيلولة، كانت ماليا تقضي 6 ساعات يوميا أمام الشاشات. بناء على نصيحة طبيبة الأطفال أوقفت الأم كل شيء. الآن صار هناك تفاعل،
أما قبل فكانت غالباً لقد قلت كلمة بالغة الأهمية. قلت تفاعل، وهذا ضروري لأنه لم يكن هناك أي تفاعل حين كانت الشاشة بينكما، بين والدها وبينها أو بينك وبينها. نعم من الواضح أن هذا يجعل حالتها تتحسن. تعد الشاشات حالياً مشكلة صحية عامة رئيسية لم ندرك خطورتها بعد. في غرفة انتظار عيادة الدكتورة ديو أوسيكا تظهر ملصقات الوقاية التقليدية جنباً لجنب مع رسائل التوعية المتعلقة بمخاطر الشاشات. يظهر هذا التحدي في المدرسة أيضاً، حيث يواجه المعلمون زيادة في اضطرابات المزاج واللغة في الصفوف الأولى. اليوم يرى العديد من المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة أن الشاشات تتحمل مسؤولية في هذه الصعوبات كلها، وتأتي العديد من الدراسات الوبائية التي تتم في العالم كله لتزيد من المخاوف. تابع باحثون تعرض الأطفال الصغار للشاشات على مر سنوات عدة، ووجدوا أنه إن كانت مدة التعرض للشاشة طويلة، فإن هذا يمكن أن يرتبط ببعض النتائج السلبية مثل اضطرابات النوم وتشتت الانتباه واضطرابات الوزن واضطرابات التعلم. يقول العلماء إن التعرض يصبح مفرطاً عندما يتجاوز ساعتين لثلاث ساعات في اليوم للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثلاث سنوات، فتكمن المشكلة في أن المنتجات الرقمية المعروضة تدفع باتجاه المزيد من الاستهلاك لدى الفئات الأقل عمراً. على سبيل المثال، عام 1970 كان التلفاز يقتحم حياة الطفل في سن الرابعة وسطياً. أما اليوم فيداهمه خطر الشاشات في عمر الأربعة أشهر، ففي الأعمار التي تقل عن السنتين تعدى التعرض لدى ثلث الأطفال 90 دقيقة في اليوم، ثم ارتفع إلى ثلاث ساعات وسطياً، بل إلى ست ساعات في الولايات المتحدة. في العصر الرقمي يقضي العديد من الأطفال أكثر من ثلث وقت استيقاظهم في مشاهدة مقاطع الفيديو. ما هي العواقب؟ نتفاجأ عندما نعلم أن الباحثين يجدون صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال، فهذه الظاهرة أكثر تعقيداً مما تبدو، والتجارب التي يجب إجراؤها لتحليلها قد تكون أحياناً غريبة. يرأس البروفيسور ديمتري كريستاكيس مركز سلوك وتطور الدماغ في مستشفى سياتل للأطفال. إنه رائد في الأبحاث التي تتناول الشاشة الصغيرة. تابعنا مئات الأطفال منذ ولادتهم وحتى سن السابعة، وجدنا أنه كلما زاد عدد الأطفال الذين يشاهدون التلفاز قبل سن الثالثة، زاد احتمال تعرضهم لمشاكل في الانتباه لاحقاً في سن المدرسة. بالنسبة إليه ولفريقه، إيقاع البرامج هو ما يسبب المشاكل لأدمغة الأطفال. كانت فرضيتنا تقوم على أن التعرض الطويل لتلك الوسائط التي تعرض حلقات مكثفة وسريعة سيجعل الدماغ يصبح رهن توقع مستويات عالية من المدخلات، وهذا سيؤدي إلى ضعف في الانتباه لاحقاً في الحياة. بمعنى آخر، فدماغ الشاب الذي يتعرض بانتظام لمعدلات عالية من الصور والأصوات سيجد في النهاية صعوبة في التركيز على المهام التي قد تستغرق وقتاً طويلاً كالقراءة والكتابة. لكن هل يتسبب هذا القصف الحسي في حدوث الاضطرابات التي لوحظت للأطفال الذين خضعوا للمراقبة؟ تخضع الدراسات الوبائية دائماً لنقد مفاده أنها لا تستطيع إثبات وجود علاقة سببية، ولهذا يكون موضوع الخطوة المنطقية التالية إجراء تجربة، أي تجربة فحص عشوائية. قد يعني ذلك حينها أخذ عينة من الأطفال وتعريض نصفهم لبرامج سريعة ومتنوعة، في حين لا يتعرض النصف الآخر لأي شاشات، ومتابعة حالاتهم لسبع سنوات مثل ما فعلنا في دراساتنا الوبائية. من الصعب القيام بذلك من وجهة نظر أخلاقية وعلمية، وهكذا وجدنا أنفسنا في طريق مسدود. السبيل الوحيد للخروج من هذا الطريق المسدود كان إجراء التجربة، لكن على الفئران الصغيرة. ما فعلناه أننا صنعنا شيئاً يشبه التلفاز ويناسب الفئران، فتم تنسيق الأصوات مع هذه الأضواء لتقديم برنامج لتلك الحيوانات القارضة. هنا تبدأ البرامج في الوقت نفسه كل يوم.
لدينا الكثير من الرسوم المختلفة التي نضع بعضها فوق بعض، ثم نقوم بتغيير وتيرة الصوت لتتمكن الفئران من سماعها. ثم نجعل الأضواء التي تحيط بالأقفاص تشعل وتطفئ، ونقوم بمزامنة الأصوات التي نشغلها مع الأضواء. نقوم بهذا مدة 6 ساعات في اليوم. لدى الفئران يبدأ التحفيز الحسي بعد 10 أيام من ولادتها، ويستمر مدة 40 يوماً. يبدو هذا النظام المصمم غريباً. لا يعكس قصف الفئران بومضات من الضوء ترافقها الموسيقى التصويرية للرسوم المتحركة ما يعيشه الطفل أمام جهاز التلفاز، غير أن هذا هو النموذج الوحيد المتاح لاختبار الفرضية. لذلك خضعت العشرات من الفئران الصغيرة لهذا العلاج، ثم درس سلوكها من كل الزوايا وقورنت بالفئران غير المعرضة. في النتيجة ظهر أن الفئران التي تمت تربيتها 6 ساعات يومياً أمام شبه التلفاز لا تتصرف طبيعياً. ما نجده هو أن الفئران غير المعرضة تبقى في محيط هذه المنطقة، إنها تحب الاستكشاف غير أنها تريد البقاء بأمان. لكن حين نخضعها للتحفيز الحسي يكون لديها نمط سلوك مختلف كثيراً. ستركض كالمجنونة وستقضي الكثير من الوقت وسط المكان الذي هو بمثابة متاهة. هذا يدل على أنها أكثر استعداداً لتحمل المخاطر وأكثر اندفاعاً. هناك اندفاع أكبر، ولكن هناك أيضاً مشاكل في الإدراك. تكشف الاختبارات عن صعوبات في التعلم وذاكرة أضعف، فلدينا مجموعة من المؤشرات الدالة على اضطرابات في الانتباه. ما نراه لدى البشر في الدراسات القائمة على الملاحظة أن التعرض لبرامج سريعة في عمر مبكر يضعف الانتباه ويزيد من الاندفاع، ونجد الشيء نفسه يحدث في حالة الفئران. إلى هنا وصل البحث العلمي في العام 2019. على الرغم من انتقاد بعض المتخصصين لملائمة النموذج، إلا أن هذه النتائج تدعم الفكرة التي تكونت لمعظم الأطباء عن أضرار الشاشات. تكمن أهمية بحث كريستا كيس في لفت انتباهنا إلى حقيقة أن المحفزات الضوئية المكثفة التي لا يستطيع الطفل إعطاء معنى لها سيكون في وسعها التسبب بعواقب لديه. يصبح لديه قلق واضطراب وعدم استقرار تجاه عالمه الداخلي غير الآمن. ويتمثل الخطر بعدها بالطبع أنه سيكون في حالة بحث دائم عن محفزات مماثلة يحاول ترويضها على الدوام دون أن ينجح أبداً. ومع انتشار الوسائط الرقمية لم يعد وقت شاشة التلفزيون هو الشاغل الوحيد. ظهرت الهواتف والأجهزة اللوحية في كل أماكن وجودنا، إنها تتدخل في علاقاتنا حتى في أكثرها جوهرية. يشتبه اليوم أن الشاشات تضر بالعلاقة بين الوالدين والأطفال. فيما مضى كان النقاش يدور حول محور التلفزيون الذي يبقى مشغلاً طوال الوقت ولا تتوقف برامجه، وحول البرامج غير الملائمة للأطفال أيضاً. هذا يجعل التفاعلات بين الطفل والوالدين تضطرب. بات موضوع السؤال الآن معرفة مدى تأثير استخدام الهاتف على العلاقات في الأسرة. ما مدى تأثير هذا الجهاز الذي نحمله معنا بشكل دائم والذي يسرق انتباهنا ويؤثر في علاقاتنا مع أقاربنا؟ للإجابة عن هذا السؤال يتابع مختبر الأطفال والرضع حالياً 115 سريراً في منطقة لينشوبينغ في السويد. الطموح هو الإحاطة الدقيقة بالممارسات الرقمية في الأسرة وعواقبها على تطور الإدراك والمعرفة. وجدت الدراسات التي أجريت على مئات الأطفال أنه كلما زاد عدد شاشات الهواتف المحمولة في حياتهم تأخروا في النطق، وحتى الاستخدام المستمر للهاتف من قبل الوالدين من شأنه أن يتعارض مع اكتساب اللغة. لكن هذه النتائج بنيت على شهادة الوالدين فحسب، وهي معطيات ليست موثوقة دائماً. لذلك وللمرة الأولى ستقيس جامعة لينشوبينغ البيئة الرقمية للأطفال بدقة شديدة. سيعيش الجميع بوجود ميكروفون تجسس تم دسه في ثياب الطفل. يتيح لنا تحليل التسجيلات معرفة ما يجري بالضبط،
لدينا إمكانية الوصول إلى البيئة الصوتية، خصوصاً عدد الكلمات التي يلفظها البالغون وعدد الكلمات التي يلفظها الطفل، بالإضافة إلى عدد التفاعلات التي تحدث خلال اليوم. ويمكننا أيضاً تحديد الأصوات الصادرة عن الأجهزة الرقمية. بفضل هذا الجهاز، إن كانت الممارسات الرقمية للمنزل تؤثر في التبادل مع الطفل، سيلتقط العلماء ذلك، ويمكنهم تقييم العواقب على لغته لاحقاً. إذا سمع الطفل عدداً قليلاً من الكلمات فقط، فلن يكون تعلم اللغة لديه هو نفسه، أظهرت أبحاثنا ذلك، وهذا ما يحصل مع الشخص البالغ إن استخدم جهازاً رقمياً، فقد لا يخصص الوقت الكافي للتحدث مع طفله لانشغاله بأشياء أخرى. بهذا المعنى، للعادات الرقمية عواقب أيضاً. غير أن البحث في مجال النمو والنشوء وسط العالم الرقمي لا يزال في بدايته. لإثبات أن انتشار الشاشات يؤثر في اكتساب اللغة، بل وفي التطور المعرفي أيضاً، سيتعين علينا الانتظار حتى يبلغ جميع الأطفال المشاركين سن الكلام. فيما يتصل بالبرامج التي تشوش الانتباه والشاشات التي يشتبه في أنها تضر بالعلاقات بين الوالدين والطفل وبتأخر تعلم اللغة، لا يزال هناك نقص في الأدلة الدامغة لإصدار حكم قطعي يدين الأجهزة الرقمية، لكن العلماء وجدوا عنصراً آخر مشتبهاً به. لا يستطيع دماغ الطفل الذي يقل عمره عن السنتين تحليل ما يحدث على شاشة ما. هناك أمر هام يجب أن ندركه، من الصعب جداً على الأطفال التنقل بين العالم ثنائي الأبعاد والعالم ثلاثي الأبعاد، ومن الصعب عليهم نقل المعلومات وربط الأشياء التي يرونها على الشاشة مع الواقع. تم الكشف عن هذه الصعوبة مع الشاشات بفضل تجارب جورجين تروزيت، أستاذة علم النفس في جامعة فاندربيلت في تينيسي. انظر ما أجمله، أترى؟ هذه إحدى تجاربها على طفل يبلغ من العمر عامين. تخفي تروزيت دمية في غرفة بينما يتابعها الطفل على الشاشة. راقبها. يتم إرسال الطفل إلى الغرفة التي لم يدخلها من قبل للعثور على الدمية. هل سيجد الدمية بالسهولة التي كان سيجدها بها لو لم يرها على الشاشة؟ هيا ابحث. الجواب هو لا. من الصعب جداً عليه التعلم، الأمر أكثر صعوبة من التفاعل وجهاً لوجه. مع هذه الصعوبة التي كشفتها أبحاثنا، نسبة التعلم من الشاشة أقل ب 50% إذا ما قرنت بالتفاعل المباشر. يسمى هذا الفرق عجز التحويل. قبل عمر السنتين لا يمكن تحويل ما يظهر على الشاشة إلى الحياة الواقعية مباشرة. ولفهم المنشأ العصبي لهذه الصعوبة، يتابع فريق راشيل بار حالياً الأبحاث مستخدماً تقنيات متطورة. الهدف هو أخذ الدماغ بالجرم المشهود وتصويره أثناء عملية عجز التحويل. في هذه التجربة يتعين على كلارا البالغة من العمر 4 سنوات أن تتعلم عن طريق شرح بالفيديو عن بعد إعادة وضع روبوت صغير بالهيئة التي تراها على الشاشة. هل بإمكاني أن أريك شيئاً كارلا؟ حسناً، دعينا نرى. انظري لهذا. هل لك أن تقومي بنفس الشيء في لعبتك؟ حسناً، سأقوم بنفس الشيء هذا. هذا رائع. هكذا؟ هل رفعتها قليلاً؟ عندما يتم إجراء الشرح التوضيحي من خلال شاشة، كما في حالة اختبار الدمية المخبأة، يفشل الأطفال الصغار في غالب الأحيان، لكن هنا يتم قياس نشاط الدماغ أثناء الاختبار. يبدو أن التبادل عبر شاشة وسيطة لا يحفز منطقة التعلم في الدماغ بالطريقة نفسها التي يقوم بها التبادل المباشر. عندما يتعلم الطفل من التفاعل الحي المباشر، هناك نشاط أكبر في القشرة الجدارية الأمامية أكثر مما يحدث عندما ينسخ ما يراه في محادثة فيديو. إنها مجرد نتائج أولية، لكننا نعتقد أنها مثيرة للاهتمام لأنها تشير إلى أن المعلومات التي نعالجها تختلف، وربما هذا الاختلاف أحد عوامل عجز النقل هذا، أي صعوبة التقاط المعلومات.
لماذا يتعامل الدماغ مع الافتراضي بشكل مختلف عما يفعله مع الواقعي؟ يبقى الجواب لغزاً. 1، 2، 3. غير أن العلماء وجدوا طريقة لتعويض هذه الصعوبة. عندما يرافق أحد الوالدين الطفل ويقوم بوضع كلمات تترافق مع ما يمر على الشاشة تخف صعوبات التعلم، ولكن بشكل جزئي فقط. أين السيارة؟ مرحباً أين أبي. السيارة على التلفاز؟ ها هي هنا. أجل تعالي وأشيري إليها على التلفاز، هيا. ها هي هنا. المسيها على التلفاز. أجل ها هي هنا. بالنسبة لدماغ الطفل الصغير، ما يحدث على الشاشة يظل أقل إثارة من الواقع. يبدو أن الصغار يرون في الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة وقتاً ضائعاً بالنسبة إليهم. الطفل الذي يقل عمره عن 3 سنوات يقضي القليل من الوقت يقظاً، فمن الضروري أن يستخدم وقت الاستيقاظ هذا في عمليات اكتساب المعرفة وتعلم التفاعل الاجتماعي، وهي ضرورية جداً في هذا العمر. وقبل عمر 3 سنوات دعونا نتجنب الشاشات بقدر ما نتجنب وضع شريحة لحم في زجاجة الرضاعة، فمن البديهي أن معدة الطفل لا تهضم هذا الطعام، وكذلك دماغ الطفل لا يستطيع هضم الشاشات. عدم ترك الطفل يتعامل مع الشاشات قبل عمر 2 لـ3 سنوات هو توصية رسمية لمعظم أكاديميات العلوم والطب حول العالم، وحتى سن 6 ينصح بتحديد 1 ساعة في اليوم، ويفضل أن يكون مع الطفل من يرافقه، وبالمحافظة على أوقات الوجبات والوقت المخصص للنوم. وماذا بعد ذلك؟ في عمر 6 و10 و15 سنة، مع تقدم العمر يصبح المشهد الرقمي أكثر تعقيداً، فبالإضافة إلى الرسوم المتحركة هناك ألعاب الفيديو والهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي، فما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها مع من هم أكبر سناً؟ نحن في حي سكني بتولسا في ولاية أوكلاهوما، في منزل عائلة ماك كورماك. العشاء جاهز. هنا كما في معظم المنازل الأمريكية كل شيء يحدث في غرفة التلفاز. لا توجد طاولة لتناول الطعام، حتى الواجبات المنزلية تتم أمام الشاشة الصغيرة. تحضر ميراندا الأم وجبات الطعام وتقضي بقية وقتها بدور شرطي الشاشات. شكراً. شكراً أمي. تعالي تشارلي، هناك متسع للجميع. أجل، لكن الرؤية من هنا أفضل. هذا المكان الأفضل. هل يوجد عسل فيها؟ هل هذا؟ لا، لا يوجد. هل هذا ما تشاهدونه؟ لن نغير القناة أثناء تناول الطعام، حسناً؟ قواعد وقيود وقت الشاشة ليست مشكلة كبيرة مع تريفور وأنتوني، إنهما يعرفان القواعد ويلتزمان بها جيداً وممتنان لحصولهما على وقت أمام الشاشة. أما مع الأصغر يصبح وقت الشاشة مصدر نزاع. كبرت داني البالغة من العمر 8 سنوات وتشارلي البالغة 6 سنوات مع وحدات التحكم بالألعاب وأجهزة الحاسوب المحمول. من غير الممكن أن تغادرا الأريكة من دون التفاوض على لعبة فيديو. هل ألعب على الإكس بوكس؟ لمدة 1 ساعة فقط اتفقنا. 5:15 الآن، سينتهي وقتك في 6:45. حتى 6:45؟ اتفقنا. لكن هل لي أن أبدأ اللعبة قبل أن يبدأ الوقت؟ لأنه علي انتظار تحميل اللعبة ثم انتظار تحميل المرحلة الأولى ثم تبدأ. حسناً، لكن ذلك ضمن الوقت المحدد، اتفقنا؟ لكن هذا جزء من وقت اللعب، أنا آسفة. لا بأس، ستكونين بخير. ومع ذلك هناك سؤال يتعين على الباحثين الإجابة عنه في أسرع وقت ممكن، لأنه موضع قلق لدى الآباء في جميع البلدان. مع هذا المستوى من الاستهلاك، هل يوشك الجيل الجديد على الوقوع أسير الإدمان على الشاشات؟ من أين تأتي قوة التنويم الغريبة تلك التي تملكها الوسائط الرقمية؟
أوفير توريل أستاذ في جامعة فوليرتون في كاليفورنيا، يقوم بإجراء تحاليل على الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع شبكات التواصل الاجتماعي، ووفقاً له تم تطوير طريقة عمل هذه التطبيقات بطريقة تستحوذ بها على وقت المستخدمين واهتماماتهم. من خلال تفاعلاتنا اليومية العادية نحصل على عشرات المتع الصغيرة يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي. لدينا الشيء نفسه، غير أن نطاقه أوسع بكثير، فبدل أن يربت أحدهم على كتفنا أو نسمع بضع كلمات لطيفة، لدينا المئات بل الآلاف من الأصدقاء الذين يتواصلون معنا ويقدمون لنا شعوراً بالمتعة كالإعجابات أو التعليقات على منشوراتنا أو إعادة نشر آرائنا، وهذا ما يجعلنا نشعر برضاً حقيقي. بفضل تصوير الدماغ، وضع أوفير توريل إصبعه على الآلية التي تستخدمها وسائل التواصل الاجتماعي لاختطاف خلايانا العصبية، وكما هي الحال مع السلوك الإدماني، يتم إشراك دارة تقديم مكافأة مجزية في العملية. دارة المكافأة هي هذه المنطقة الصغيرة من الدماغ التي تقع في قلب مخنا، تتحكم بأحاسيس المتعة، تضيء عندما نأكل وعندما نرضي شهيتنا لأي شيء. يظهر بحثنا أن هذه الدارة تضيء عندما نرى صور وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد عندما نرى الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يدفع دماغنا لطلب المزيد منها، ومع الوقت يمكن أن يصبح النظام حساساً جداً ويستجيب بصورة تلقائية سريعة لأي إشارات متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. أقصد أنه لا يعود في وسعك التحكم في سلوكك لأن الاستجابة سريعة جداً، يقول لك عقلك أريد هذا وأنت تفعله دون أن تتاح الفرصة للتفكير والقول توقف ثانية فقط. بالتالي فإن دارة المكافأة هي البوابة التي تستخدمها شبكات التواصل الاجتماعي لأسر انتباهنا، لكن الآلية التي تسير بها العملية أكثر ضرراً، فالإعجابات يمكن أن تأتيك في أي وقت، وهي تمثل للدماغ مكافآت عشوائية لا يمكن التنبؤ بها. وكما أوضح البروفيسور سكينر من خلال تجربة طيور الحمام الشهيرة، هذه أفضل طريقة لتحفيز السلوك القهري. لقد بيّن البروفيسور أننا إن عرضنا طيور الحمام لجدول زمني ثابت من المكافآت من خلال إعطائها الطعام في كل مرة تضرب بمنقارها، دعنا نقل 5 مرات، ستكرر سلوكها، لكن إثارتها تبقى عادية على النقيض من ذلك عندما تعرضها لجدول زمني من المكافآت غير المنتظم وغير الثابت، أي أن تعطيها الطعام بعد 5 نقرات مثلاً، وأحياناً بعد 10 أو بعد 20، سيصاب الحمام بالجنون وسيسعى للحصول على مكافآته أكثر من ذي قبل، وسيضرب بمنقاره أكثر، وسيواصل فعل ذلك حتى بعد انتهاء المكافأة. إن قوة المكافآت العشوائية هذه على السلوك أمر شائع في عالم الحيوان، فهي تعمل لدى الفئران ولدى القرود، بل إنها تعمل بشكل أفضل لدى البشر. يعتمد ازدهار صناعة الألعاب منذ زمن طويل على هذا الضعف النفسي. ما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي هو أنها قامت بكل بساطة بإعادة تدوير الوصفة لأسر وقتنا واهتمامنا أفضل. إذن هل أصبحنا دون أن ندري حمائم في استهلاكنا للإنترنت؟ هل أصبح العالم صندوق سكينر عملاقاً؟ نتجول فيه بحثاً عن مكافآت صغيرة يزرعها عمالقة الويب. قد تجعلك قصة الحمام هذه تضحك، لكن المسألة التي تطرحها هي مسألة جادة، إذ تعمل استراتيجيات الصناعة الرقمية التي ترمي إلى أسر الانتباه بكامل طاقتها. وسطياً نحن نمسك هاتفنا الخلوي أكثر من 200 مرة في اليوم. مع ألعاب الفيديو تبدو الظاهرة أكثر إثارة للدهشة. بالنسبة لبعض اللاعبين تصل حدود ممارستها إلى الإدمان، وهي مشكلة اعترف بها الطب رسمياً في يونيو من العام 2018. منذ اليوم أصبحت منظمة الصحة العالمية تعد الإدمان على ألعاب الفيديو مرضاً مثله مثل أمراض الإدمان على الكوكايين أو القمار. تم اتخاذ هذا القرار بعد استشارة خبراء من كل العالم. لا يعاني كل من ينخرط في الألعاب من وقت لآخر في هذا الاضطراب،
هناك أقلية من اللاعبين الذين تنطبق عليهم معايير الاضطراب بسبب اللعب، وهناك حاجة وطلبات للعلاج تأتي من مناطق عديدة في العالم. بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، يخص التشخيص اللاعبين الذين يفقدون السيطرة على أنفسهم ويفضلون اللعب على حساب حياتهم الاجتماعية والعائلية وعلى حساب تعليمهم أو نشاطهم المهني مدة لا تقل عن 12 شهراً. في أوروبا بدأت تظهر مراكز مخصصة لعلاج هذا الشكل الجديد من الإدمان. تواجه الصين من جهتها هذه المشكلة بطريقتها الخاصة منذ 10 سنوات. يوجد في البلاد بالفعل أكثر من 750 مليون لاعب يمارسون ألعاب الفيديو، وسيصبح العدد ملياراً في العام 2022. في مواجهة هذا الاستهلاك المتفجر، جعلت السلطات الصينية من الأمر قضية صحة عامة. وفقاً للمعايير الرسمية، يتراوح معدل المدمنين من بين اللاعبين بين 3.5% و5%. تم نشر هذه الإحصاءات التقديرية مؤخراً، وبحسب البيانات الوبائية الحالية يبدو أن النسبة أعلى في البلدان الآسيوية مما هي عليه في أمريكا الشمالية أو دول أوروبا. في أوروبا تشير التقديرات إلى أن 2.5% من اللاعبين يقعون في هذا النوع من الإدمان الإلكتروني. قد يعود سبب هذا الفرق بين الصين وأوروبا إلى الاختلافات الثقافية. في الصين ينظر إلى ألعاب الفيديو على أنها آفة اجتماعية، وتعرض عشرات المؤسسات على الآباء المنكوبين المساهمة في إزالة السموم عن أطفالهم. نحن في ويفانغ بمقاطعة شاندونغ. يستقبل مركز إعادة التأهيل في زينكسين 100 مقيم، أعمارهم بين 12 و18 سنة. يتم فصل الأطفال الذين يتم إرسالهم إلى زينكسين عن عائلاتهم. بعضهم موجود هنا بسبب ألعاب الفيديو. هنا يعدون هذا الإدمان انحرافاً، ويعالجه المدير وانغ مايلونغ بطريقة بسيطة: الانضباط والنظام. يخضع الأطفال لأكثر من 2 ساعة من التدريب العسكري اليومي. تتخلل أيامهم جلسات تفكر وتأمل. الهدف هو إعادتهم إلى الصف الذي كانوا يقفون فيه من قبل، أي إعادة دمجهم في المجتمع الصيني. لماذا نشدد على الانضباط والتنظيم في زينكسين؟ لأن المثل يقول: لرسم دائرة تحتاج إلى بيكار، ولرسم مربع تحتاج لمسطرة. إنه أساس القانون وأساس الأخلاق. الانضباط ضروري في المركز، إنه ضروري في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع قطاعات الحياة الاجتماعية. توجد أيضاً مراكز للشفاء من الإدمان على ألعاب الفيديو في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في هذه البلدان يلجؤون إلى الذهاب بالشبان لمناطق خضراء وإبقائهم فيها بضعة أسابيع. أما الصين فتطبق الطريقة القاسية. يبلغ هو هاويو 14 سنة من العمر. وصل إلى هنا منذ 2 شهر دون أن يعرف شيئاً عن المكان الذي أتي به إليه، ولا أنه سيبقى فيه سنة كاملة. كان لدي شيء من الحقد تجاه والدي، لأنهما لم يخبراني أنهما سيرسلانني إلى هذا المخيم. ربما عرفا أنني لن أطيعهما لو أخبراني. كنت سأهرب ربما، وقد لا أعود إلى المنزل. منذ إدخاله إلى هنا لم يتصل هاويو بعائلته، لكن مفاجأة كانت تنتظره اليوم. ماما، ماما، هل اشتقت لماما؟ هل اشتقت إلي؟ أحبك كثيرا. عاش هاويو دائما طفلا وحيدا ومنطويا قليلا، غير أنه انغمس فجأة قبل 6 أشهر في ألعاب الفيديو
لدرجة أنه لم يعد يفعل شيئاً آخر غير ذلك طوال اليوم، ولدرجة أنه لم يعد يستطيع النوم معرضاً صحته للخطر. أنت بخير هنا؟ نعم. أتقدر على تحمل الاختبارات؟ نعم. لا بأس إذن. لم يعد بإمكاني التوقف عن ذلك، وفقدت مفهوم الوقت، لكن كانت هناك أوقات اضطررت فيها لأخذ فترات راحة مثل الذهاب إلى الحمام. كنت أضطر للتوقف فأرى فجأة كل شيء أسود وضبابياً، وكان رأسي يؤلمني. أحياناً عندما كنت أخرج خارج المنزل لم أكن أستطيع الوقوف مدة طويلة، كان علي أن أخذ فترات راحة طويلة عندما كنت أمشي. أدركت أن ذلك يضر بصحتي، أردت أن أتوقف لكنني لم أستطع ذلك جسدياً. أنت والأخت تعالى إلى مكتبي. يعتني وانغ ماي لونغ بتقديم صورة جيدة عن المركز أمام أبوي الطفل، ويدعوهما الآن لتقييم حالة ابنهما. لم يكن يستمع إلينا، لقد كان يعاندنا. يجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة، لقد مكث في المنزل ولم يعد يذهب إلى المدرسة. كنا ننظر إليه بقلق. أخيراً لم يكن لدينا خيار آخر فأرسلناه إلى هنا. تريد الأسرة أن يدرس أطفالها وأن تكون فخورة بهم، وبما أنهم يعيشون تحت ضغط الدراسة، وبما أن العائلات تعلق آمالاً كبيرة عليهم، يتولد لديهم الكثير من التوتر، وبالتالي يرون في ألعاب الفيديو والإنترنت وسيلة لتخفيف الضغط. يفسر الضغط المدرسي على الأطفال سبب بقاء عدد المدمنين الصغار على الألعاب في آسيا أعلى بكثير من متوسط نظيره الغربي. يخلق هذا الضغط توترات قوية بين الآباء والأطفال. على سبيل المثال، عندما طلبا مني الخروج لتناول العشاء معهما لم أرغب بذلك، وعندما عرضا علي القيام برحلة معهما لم أوافق أيضا. كما قلت سابقا، يمكن للأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الإنترنت أن يفقدوا بعض وظائفهم الاجتماعية لو استمر هذا الوضع ولم يعد يتحدث مع أحد غير والديه. أؤكد لك أن مشكلته كانت ستصبح خطيرة. أخبر والديك عن إقامتك هنا. شكرا جزيلا لكما على إرسالي إلى هنا، لقد أدركت الكثير من الأشياء. اسمع، أعتقد أنك أحرزت تقدما كبيرا وهذا واضح، لكن يجب علينا الاستمرار في إحراز التقدم. بعد وصول هاويو إلى هنا تم إصدار قانون جديد. من الآن فصاعدا يمنع القاصرون من اللعب مدة تزيد عن ساعة ونصف في اليوم، وتفرض السلطات حظر تجول رقميا بين الساعة 10 مساء والسادسة صباحا، لكن هذا الإجراء صعب التنفيذ من الناحية الفنية، وهناك قانون مماثل ساري المفعول في كوريا الجنوبية منذ العام 2011 دون أن يكون له تأثير ملحوظ على ممارسات الشبان. بالنسبة إلى المجتمع العلمي والطبي، لا يمكن أن يكون الحظر والانضباط الجوابين الوحيدين اللذين يجب تقديمهما، لأن الإدمان على ألعاب الفيديو غالباً ما يخفي شيئاً آخر. يقال اليوم إنه لعلاج اضطراب ألعاب الفيديو يجب ألا يقتصر انتباهنا على هذا السلوك فحسب، بل يجب أن نجد الأسباب التي تقف خلفه. هل هاويو مدمن رقمي حقيقي؟ أم أنه مجرد طفل هش يجد في ألعاب الفيديو متنفساً للهروب من الضغط الكبير؟ الإجابة صعبة، لكنه سيبقى في زينغسين حتى نهاية العام على الأقل. ومع أن موضوع الإدمان على ألعاب الفيديو لا يزال موضوع بحث في العالمين العلمي والطبي، إلا أن تقنيات الصناعة الرقمية لتسمير اللاعبين أمام الشاشة باتت موضع نقد واتهام في كل أرجاء العالم. الألعاب التي تتلقى القدر الأكبر من الانتقاد هي تلك التي تتمثل في قتل أكبر عدد ممكن من الأعداء الذين يأتون من كل جانب في آن واحد. يطلق على هذه الألعاب اسم ألعاب إطلاق النار مع الشخص الأول، ويمكن أن تكون غاية في العنف. تكمن المفارقة في أن هذه الألعاب تعمل على تحسين بعض قدرات الدماغ عندما تمارس يومياً. حصل هذا الاكتشاف غير المتوقع في هذا المختبر الذي كان من أوائل المختبرات التي اهتمت بما يدور في أذهان اللاعبين.
بدأ كل شيء في مطلع العام 2000 عندما قام طالب في المختبر، وكان أيضاً لاعباً شغوفاً بقياس مدى انتباهه عبر اختبار كان انتهى تواً من تطويره. تم تكليفه ببرمجة اختبار يقيس الانتباه على الحاسوب. ظن في البداية أن ثمة خطأً في ترميز برنامجه، لأنه كان ينجح في الاختبار في كل مرة. لم تكن تظهر لديه أي هفوة في الانتباه. في كل مرة كان يحصل على درجة 100% في الاختبار، وهو ما لم يكن ممكناً وفقاً للدراسات العلمية. بعد ذلك عملنا معاً واكتشفنا أن الهفوة ليست في برنامج الحاسوب بل في دماغه هو، لأنه كان من كبار لاعبي ألعاب الفيديو. بعد ذلك قام عدد من العلماء بتأكيد هذا الاكتشاف غير المتوقع، فالذين يمارسون ألعاب إطلاق النار مع الشخص الأول، من فضلكم اتبعوني، يحصلون على أفضل الدرجات في اختبارات الانتباه. لذا فأول شيء يجب أن تعلمه هو أننا سنقيس قدراتك على الانتباه، ولهذا نحتاج إلى أن تبقى نظرتك ثابتة، فسأطلب منك وضع ذقنك على هذا الجهاز الصغير. حسناً، سأعطيك الإرشادات من هذه الغرفة. ما تراه على الشاشة هو عدد من الوجوه المبتسمة الزرقاء والصفراء. ستتحول الوجوه الضاحكة الزرقاء إلى صفراء، وفي النهاية سيظهر على أحدها إشارة استفهام، وسأطلب منك إخباري ما إذا كانت زرقاء أم صفراء في بداية الاختبار. موافق؟ يجتاز معظم الناس الاختبار سواء كانوا لاعبين أم لا. في البداية يكون هناك 3 إشارات زرقاء تستطيع الغالبية متابعتها، مع 4 يصبح الأمر صعباً، ومع 5 نفقد الكثير من غير اللاعبين، ومع 6 وحدهم أصحاب ألعاب الفيديو يستطيعون إنجاز المهمة. تم ربط بعض هذه المهام المتعلقة بالانتباه بالتحسن في الحياة اليومية. فمثلاً الحد من إمكان وقوع حوادث سيارة لا سيما لدى كبار السن. فزيادة الانتباه تعني قدرة أفضل على التركيز على القيادة وعلى الطريق أمامك، وكذلك رؤية الكلب الذي قد يكون قادماً أو الطفل الذي يحمل كرة وينبثق من جانب الطريق. الهام هنا يتمثل في تدريب الذين ليسوا من هواة الألعاب على البدء بممارسة ألعاب الفيديو الحربية أو غير الحربية. عندما ندربهم أسابيع عدة بمعدل ساعة في اليوم لأيام عدة في الأسبوع، نرى أن الذين لعبوا الألعاب الحربية سينتقلون من 3 إشارات استفهام إلى 4، والذين لم يلعبوا الألعاب الحربية سيظلون عند مستوى 4 إشارات زرقاء. كان ملهماً للغاية أن ترى فجأة أن شيئاً عادياً مثل لعب لعبة إطلاق نار مع الشخص الأول أو مع الشخص الثالث يكون له تأثير إيجابي غير متوقع إلى حد ما على وظيفة الانتباه الأساسية. الاهتمام الاختياري هو القدرة الواعية على الانتباه من خلال فعل إرادي متحكم به. لذلك فهو شيء يفيد المعرفة كثيراً يقوم به الشخص بنفسه. أن نعثر على أداة لتعزيز هذا الجانب من الاهتمام أمر مثير للاهتمام لعدد من التطبيقات العلاجية. لعبة فيديو علاجية. ومع ذلك قادت هذه الفكرة الغريبة في الظاهر إلى ولادة لعبة تم تطويرها في هذا المختبر على الساحل الغربي للولايات المتحدة. لقد صممت لعلاج اضطرابات الانتباه. تقوم هذه اللعبة على محاولة جمع الكائنات الفضائية الحمر فقط من خلال الضغط على الزر وتجاهل كل الكائنات الأخرى، أي أن قراري سيكون إرادياً ومعتمداً على الانتباه. للوهلة الأولى تبدو اللعبة مثل أي لعبة بسيطة، لكن تفاصيل الأفعال التي يتعين القيام بها تم اختيار درجة تعقيدها وسرعتها والمدة لدفع الدماغ إلى أقصى حدوده، وبالتالي تعزيز قدرات الانتباه تحديداً. لم ألعبها منذ مدة طويلة، لست الأفضل، هناك أشخاص أفضل مني، لكنني أجيدها، إنها لعبة صعبة. خضعت فعالية اللعبة لدراسة سريرية مزدوجة، حيث أخضع جزء من العينة للعلاج بها وجزء آخر لعلاج وهمي. أظهرت الاختبارات التي أجريت على 350 يافعاً يعانون من اضطرابات ضعف الانتباه تحسناً ملحوظاً في القدرة على التركيز، وكجرعة الدواء لا يجوز تجاوزها. يمكنك الالتزام بالمدة التي يوصي بها العلاج لاستخدام اللعبة والتي حددت بنصف ساعة في اليوم،
هناك العديد من التقنيات التي تسمح لك بالتحكم في مدة اللعبة، مثل تحديد الجرعة. يمكنك أن تجعل الشخصيات الرئيسية تنهك بعد عدد معين من الدقائق، ثم لا يعود الاستمرار في اللعبة مثيراً فتتركها. إن صادقت السلطات الصحية الأمريكية على صحة الأدلة التي تثبت فعاليتها، فستصبح إيفو أول لعبة فيديو دوائية في السوق. يعمل المختبر على علاجات رقمية جديدة. قد يصبح الواقع الافتراضي قريباً جزءاً من علاج ضعف الذاكرة. يدل استخدام ألعاب الفيديو في الطب الذي يبدو بمثابة مفارقة في ظاهره على الاستخدام المتعدد الأوجه للأجهزة الرقمية. هي ليست جيدة وليست سيئة بذاتها، يتوقف الأمر على من الذي يستخدمها وكم من الوقت وعلى كيفية استخدامها قبل كل شيء. بحسب الخبراء، فمشاهدة الشاشات بجرعات عالية تضر بنمو الطفل. إذن ومن مبدأ الحيطة، لا تدع من هم دون 3 سنوات يستخدموها. بعد هذا الأمر كن معهم عندما يلعبون إن أمكن. بالنسبة لليافعين، لم تصل الدراسات الجارية لنتائج مؤكدة بعد، لكن من المؤكد أن قدرتها على جعل اللاعبين يدمنون عليها تضعف الفئات الأكثر هشاشة من بينهم وتفاقم الصعوبات لديهم. غير أن المساحة الهائلة التي باتت الشاشات المختلفة تشغلها تدعو إلى الاعتدال.